طيب انت من اول يوم ما جيت للفرقه حسيت يعني مثلا بغربه مثلا مع اللاعبين، ولا دخلت وسط الفرقه بسرعه حسيت ان السيستم مناسب ليك؟ لا خاصه ان احنا شايفينك في المباريات مش حاسينك لعيب اجنبي، حاسينك لعيب مصري. Well, it was funny because the first practice that كان موضوع مضحك جدا. اول تمرين كان لازم ان انا التحق بالفريق. And they were already practicing and I actually showed up with no gear. انا التحقت مع الفريق وما كان المفروض ان انا عندي تمرين. والتحقت بيهم بالتمرين مباشره. You know, the moment I got in the gym, everyone was very like happy to see me. أول مرة ألتحق بصالة الألعاب الرياضية كانت موقف كان لطيف جدا إن أنا تعرفت على كل اللعيبة. Really warm feeling. And yeah, like it was so long ago now, but الإحساس كان كويس جدا. Just you know, trying my best at practice and everything. أنا عملت أقصى ما عندي في التمرين وكان موسم كويس جدا بالنسبة لي.